النهاردة طبعاً برضو هبدأ معاكم بالحديث عن الاقتصاد والوضع الاقتصادي في مصر، والحديث عن فكرة التعويم وهل في تعويم ولا ما فيش تعويم. يعني رغم أن مثلاً من شهر، لا من شهر إيه، من أسبوع كنت أقول لك قطعاً هيحصل تعويم، أنا متأكدة من أن التعويم هيتم 100%، ولغاية دلوقتي أنا برضو متأكدة أن في تعويم هيحصل 100%. بس بقى في عندك يعني موقف جديد من صندوق النقد الدولي، تقدر تقول ان الموقف ده هو اللي مساهم شوية في تأخير فكرة التعويم. خلاص احنا بنتكلم على قرض، وبنتكلم ان احنا هناخد قرض من الصندوق، وتقريبا عدينا شوط كبير او قطعنا شوط كبير في المفاوضات مع الصندوق، بس واقفين في نقطة ها عوموا واديكوا الفلوس. وفي النظام المصري بيقول لك لا، او يعني الوفد المصري اللي كان يعني اديني الفلوس وبعد كده اعوم، لغايه كده النقطه دي ما اتحسمتش وهي اللي لسه معلقه، وهي اللي لسه برضو عامله تعليق معاها لفكره التعويم. التعويم مهم ولا مش مهم؟ التعويم هيفيد ولا هيضر؟ الاثنين. لو حصل التعويم وقدرت الحكومه المصريه انها توحد سعر الصرف وتقلل الفجوه الكبيره جدا الكبيرة جدا 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 اللي تجاوزت 100%، تجاوزت 100% بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء. النهاردة في السوق السوداء بكام على حسب موقع الصرف اليوم؟ ب66 جنيه، ب66 جنيه للشراء و67 جنيه للبيع. يعني بنتكلم في زيادة 105% تقريبا، 105-103% حاجة كده يعني، لأنه في البنك النهاردة لسه ده بينزل، الحق ده مش بس يعني ده بينزل، ده نازل 0.13%. يعني هو أول امبارح كان ب30.91، النهاردة ب30.87، ده في البنك. وفي السوق السوداء ب66. أنا مش فاهمة ده إزاي، الحقيقة مش فاهمة ده بيحصل إزاي. فلو قدرت الحكومة إنها توصل سعر السوق السوداء زي السعر الرسمي، أو تجبر السوق السوداء إن هي تخفض من المبالغة الكبيرة فيه، لو مبالغة يعني عشان برضو ما ظلمش الفجوة الكبيرة دي، تحاول إن هي تقللها، هتعمل استقرار. مش هتسمع عن الأوفر برايس زي ما احنا بنقول، مش هتسمع عن فكرة 5 أسعار لسعر الدولار، مش هتسمع عن فكرة احنا النهاردة في مرحلة الله أعلم لأن احنا مش عارفين التسعير بكام، وأنا ما أقدرش أدي سعر للوحدات إلا لما أعرف سعر الدولار الأول. مش هتسمع فكرة إن الشركات السياحة لغت الحجوزات اللي بتعملها للحج والعمرة، أو وقفت أي حجوزات للحج والعمرة بسبب سعر الدولار الغير مستقر واللي مأثر على باقي العملات. كل ده هيستقر. طب ايه الوحش اللي فيه؟ الأسعار. الأسعار يا جماعة، طبعا الأسعار دي نقف عندها، لأن هيحصل يعني فجوة كبيرة جدا، والأسعار هتفضل ترتفع، والناس دخلها هيقل. نسبة وتناسب، بتقيس الدخل على السعر اللي خلاص سعر الدولار، فطبيعي الناس دخلها هيقل. اللي بيقول لك النهارده انا باخد مرتبه 50 ولا 60 دولار في الشهر، في الشهر 50 ولا 60 دولار، هتلاقي ان خلاص دول عملوا له بقى 40 48 45، زي ما يكون السعر هيكون كام. ففي جانب ممكن يكون يساهم في الاستقرار، وفي جانب طبعا هيكون شديد الصعوبة على المواطنين. النهاردة كان في استطلاع رأي لوكالة رويترز، واللي بيتكلموا ان الاقتصاد المصري في الفترة اللي جاية هينمو ببطء، والنمو الببطء ده بسبب يعني على عكس الوثيقة بتاعت الدكتور مصطفى مدبولي، والسبب نقص الدولار وزيادة التضخم وأمور كتيرة جدا رصدينها. لكن شايفين إن التعويم ممكن يخلي الدولار يساوي 40 جنيه. الدولار يساوي 40 جنيه، يا فندم ده هو النهاردة خلاص أهو ب66 جنيه. ب66 جنيه في السوق السوداء، إنما أنا بتكلم على البنك. طب والكلام ده هيتم إمتى؟ الكلام ده إن شاء الله بقى يتم على شهر 6 الجاي. يعني هل تفتكروا الحكومة هتسيب
الاقتصاد المصري في حالة التخبط الشديدة دي لغاية شهر 6، هيسيبوا فيه في السوق مش سعر 5-6 أسعار للعملة الواحدة لغاية شهر 6؟ حقيقة مع احترامي لرويترز أشك في الكلام ده، أشك في الكلام ده. ولازم يحصل تدخل من الحكومة وتدخل من الدولة ووضع حد للنزيف اللي بيحصل للجنيه في غضون شهر، يعني مثلا مع بداية مارس. وافتكروا كلام أهو كلام مصطفى بكري لما قالك، وغيره لما قالك يعني على أول أبريل هتكون انتهت الأزمة الاقتصادية. هو مش كلام مصطفى بكري بس، هو كلام مصطفى بكري وغيره. وامبارح جبنا لكم الفيديو بتاع عمرو أديب وهو بيقول فيه ما توهموش الناس بكلام مش حقيقي وإلا هتحصل كارثة. مش هنعيد اللي قلناه امبارح، لكن ممكن نروح نسمع كلام الدكتور حسن الصادي الخبير الاقتصادي اللي اتكلم على أن الحكومة مسؤولة لحماية ثروات المصريين سواء في الداخل أو الخارج. وموضوع الخارج ده لقصة، لو لحقت النهاردة في الحلقة هاخده، لأن في كده بداية كلام وحديث عن أن الحكومة المصرية هتتجه لبيع أصولها اللي في الخارج، ما اكتفيناش بالداخل، لا كمان بنتكلم على الخارج. فالدكتور حسن الصادي بيقول لك الحكومة مسؤولة عن حماية الثروات الخاصة بالمصريين في الداخل والخارج، دي مش مسؤولية المواطن. المواطن مش صاحب قرار ولا مسؤول، ولا هو اللي بيروح يقترض، ولا هو اللي بيدي أوامر لعمل مشروعات ملهاش أي جدوى اقتصادية. وقال كمان ان المفروض الحكومة تقضي على السوق السوداء، تقضي على السوق السوداء عشان ترجع مرة تانية تحويلات المصريين من خلال قنواتها الرسمية. تعالوا نسمع الدكتور حسن الصادي، الحقيقة دكتور محترم جدا الحقيقة، وكلامه واضح ولا يقبل اي تشكيك. نسمعه ونرجع نكمل. وبالتالي سعر الصرف المصريين ليس من دورهم ان يقوموا بحمايه ثرواتهم، الدوله هي التي تقوم بحمايه ثروات المواطن. وكيف يمكن للحكومه ان تدفع المصريين بالخارج لتحويل اموالهم بشكل رسمي بعيدا عن السوق السوداء؟ بالقضاء على السوق السوداء يا فندم. انا باجي وبيجي لي واحد في الخليج ويقول لي، طبعا هي كل الفلوس اللي بتجي لنا من الخارج هي فلوس بتجي لنا من الخارج، لان اللي موجودين في اوروبا وفي امريكا وفي كندا الدول دي كلها اللي موجودين هناك ليسوا بعاملين، اهلهم موجودين هنا، هم مهاجرين. اللي موجودين في الدول الاوروبيه هم مهاجرين، خلاص توطنوا في هذه الدول ولا يقوموا بتحويل مدخراتهم الى الدوله المصريه، مدخراتهم بيخلوها هناك بيستثمروها للاجيال اللي جايه بتاعتهم. اللي بيحول فعلا هو المصريين العاملين في الخليج، هم اللي بيحولوا تقريبا حوالي 95% من التحويلات التي تاتي من الخارج، الاقتصاد المصري بتاتي من دول الخليج. انتشرت بقى السوق السوداء في الاسواق الخليجيه، فبقى عندنا سوق سوداء للدولار في مصر وسوق سوداء للدولار في الخليج، وسعر سوق السوداء في الخليج اكبر من سعر السوق السوداء اللي موجوده في مصر، فما بالك بقى يبقى انت كده بقى عندك ايه؟ سوقين الليجل، واحد في مصر وواحد في الدول الخليجيه، نتيجه لوجود السوق السوداء اللي موجوده في مصر، نشطت السوق السوداء اللي موجوده في الخليج. علشان نقدر ان احنا نعمل الكلام ده ونسيطر ونشجع المصريين الموجودين في الخليج ان هم يصدروا، ان هم يبعتوا فلوسهم للداخل، يجب القضاء على السوق السوداء وبالتالي سعر الصرف. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا كنا بنبالغ ولا كنا بنقول كلام مش حقيقي ولا اي حاجه، ادي ده اللي احنا قلناه بالظبط. المصري المغترب اللي موجود بره يبعت لأهله 100 دولار ولا 200 دولار في الشهر عشان يعيشوا بيهم، يبعتهم ليه؟ عن طريق البنك الأهلي، فأهله ياخدوهم 6000 جنيه 6200 جنيه، مع إن يقدر وهو هيبعتهم عن طريق الصفا الصفوة النوران أبو محمد أبو هند زي ما يكون ب 12000 و13000. بالمنطق يعني، بالمنطق. بنحب بلدنا، بنحبها، عايزين نقف جنب بلدنا، نقف جنب بلدنا طبعا بكل نقدر عليه، لكن بلدنا تنهبنا ليه؟ ليه؟ زي ما احنا حابينها وخايفين عليها وعايزين نقف معاها كمان تقف معانا. ده كلام اي واحد مصري. وانتوا يا جماعه فاكرين ان المصريين اللي في الخارج، واظن يعني دلوقتي اغلب 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 البيوت المصريه عندها مغترب، يا ابن يا اخ يا زوج يا في مغترب، في مغترب في كل أسرة مصرية دلوقتي، واللي مش مغترب بيتمنى أنه يغترب. هي الحياة مثلا في الغربة وردي؟ كفاية أنها اسمها غربة، يعني قربة
يعني حاجات كتير. بس الوضع البائس اللي بقى موجود في الداخل المصري مخلي كل الناس بتحلم بالغربة دي، بقت حلم كده، حلم ازاي نروح لها. ورغم كده يبقى الراجل مثلا من دول شغال عامل ولا شغال اي زي ما يكون، وخلوني اكلمكم على الطبقة البسيطة، يبقى طالع عينه بال 12 وال 15 ساعة في اليوم، يا دوب يروح عشان ينام، يا دوب بيعيش على قده ويحاول يبعت لأهله اللي يقدروا ان هم يعيشوا بيه، فتيجي الدولة بتقسم معاه، بتقسم، ما هو كده على الأرقام واللي بيحصل ده، بتقسم معاه، أنت 50 وأنا 50. فأكيد ما ينفعش، وأكيد زي ما قال الدكتور حسن الصادي، لازم يبقى في قضاء على سعر السوق السوداء، ولازم الحكومة ترفع السعر عشان تخلي مرة تانية تشجع المغترب المصري إنه يحول فلوسه عن طريق البنك وترجع تستفيد، ونرجع نرجع تاني الأرقام الـ 33 مليار اللي هي تحويلات المصريين في الخارج واللي انخفضت ووصلت لـ 22 و 23 مليار، ومتوقع إنها تنخفض أكتر وأكتر. ده الحل. لو الحكومة عايزة تساعد نفسها. في كمان المتحدث باسم الرئاسة الأستاذ أحمد فهمي، هو كمان أهو ده أهو بقى مصدر عليم، أهو ده مصدر، يعني مش بقى إيه، ما إحنا كان عندنا مشكلة في مصدر مطلع ومصدر عليم ومصدر رفض ذكر اسمه ان احنا هنتخطى الوضع الاقتصادي الحالي وان احنا هنكون احسن وان احنا بنأسس لأساس متين ماشيين عليه. النهاردة اهو مسكنا اول مصدر عليه اهو الأستاذ أحمد فهمي متحدث الرئاسة، بيقولك ان احنا هنتخطى الوضع الاقتصادي الحالي وان مصر عندها أساس متين مبني بقاله 10 سنين، وان المواطن ها يشعر إن شاء الله بالانفراجة لما تكتمل تنفيذ الرؤية الاقتصادية، يعني اللي هي إيه بقى، بعد أبريل زي ما قال الأستاذ مصطفى بكري، ولا 2030 زي ما قال رئيس الوزراء. الحقيقة الأستاذ أحمد فهمي ما وضح لناش أنهي مرحلة زمنية فيهم. تعالوا نسمعه. أنا عايز أطمن المواطن النهاردة على لسان سيادتك كمتحدث باسم الرئاسة، الوضع الاقتصادي اللي احنا فيه النهاردة بإذن الله هنعدي منه؟ إن شاء الله بالتأكيد هنعدي منه، طول ما في إرادة وفي شعب زي الشعب المصري وفي قيادة مدركة ومتصلة لأقصى درجة ممكن أن يتخيلها أحد بنبض الشارع وبتفاؤلاته وبالصعوبات التي يواجهها، فبالتأكيد إن شاء الله احنا هنعدي. زي ما كنت بقول لحضرتك، نعم، عندنا أساس متين جدا تم بنائه على مدار السنوات، لا ينكر أحد إطلاقا يعني من جميع الأطياف والأصناف السياسية وغير ذلك أن مصر تحقق بها الكثير جدا جدا جدا، بل وهو هناك إدراك كامل لها. التضخم مشكلة، الصرف النقد الأجنبي مشكلة، هناك إدراك كامل لذلك وهناك رؤى حقيقية ويتم تنفيذها. من الطبيعي ان يشعر الناس والمواطنون بان الانفراجه بتحدث لما بيكتمل التنفيذ ان شاء الله ويتم بلوره كل الجهود اللي بتتم ان شاء الله، ويدينا ويديكم طولة العمر كده. لازم لازم يا مواطن هتشعر بشكل او باخر بتنفيذ الرؤيه الاقتصاديه. اه طبعا انت تشعر بيها من دلوقتي، الخبطات مش عارف تلاحق عليها، بس لسه عارفين الحركة دي، اصبر بيقولها لك اهو الأستاذ أحمد فهمي. الدكتور شريف دلوار، وده مفكر اقتصادي الحقيقة، كان في لقاء مع إحدى القنوات التلفزيونية وكلم عن رأي مختلف وهو التعويم، وإن التعويم ده ممكن يكون كارثة حقيقية وده هيتسبب في مزيد من ارتفاع الأسعار والتضخم، وده كلام شبه نفس اللي كنا بنقوله من شوية، إن التعويم ممكن يكون سلاح ذو حدين، ممكن يساهم من ناحية في استقرار الأسعار لكن من ناحية تانية أكيد هيكون سبب في زيادة الأسعار على المواطن البسيط. تعالوا نسمع الدكتور شريف دلوار ونرجع نكمل معاكم. أنا بقول إن إحنا اتعمل حوار وطني يتكلم على المشكلة، اتعمل مؤتمر اقتصادي اتكلموا في المشكله، حضروا جهابذه من كل من الخارج ومن الداخل، الخبراء واهل التخصص كلهم اتكلموا في هذا الموضوع لمده الاشهر كلها اللي فاتت. اولا ما ينفعش تعويم، يعني كلمه تعويم ان نصل كذا، لان لا السوق السوداء او الموازيه فيها استقرار بل فيها ايضا مضاربات وشحه وغيره،
ولو كنا عملناها على السوق كان هتفضل ترتفع ترتفع إلى ما لا نهاية ونفس الوضع. أي تغيير في هذا سينتج عليه عن ارتفاع الأسعار الحالية ارتفاع مضاعف كمان، مما يؤثر على إيه؟ على مستوى معيشة المصريين، يؤثر على التضخم بالتالي وعلى الاستقرار الاجتماعي أيضا. إذن التعويم استبعدوه. اللقاء للدكتور شريف دلاور كان على قناة الشمس مع الإعلامي أحمد سالم، وطبعا زي ما سمعناه وحديثه عن فكرة التضخم اللي بيزيد، عن طبعا اتكلم في نقطة مهمة جدا يعني، وهي أن في محاولات أو تبدو أنها محاولات حاول النظام المصري أنه يقوم بيها لكنها ما نجحتش، زي فكرة المؤتمر الاقتصادي اللي اتعمل، زي الحوار الاقتصادي اللي اتعمل، أو يعني الحوار الوطني اللي كان فيه محور هام جدا اسمه المحور الاقتصادي. وأنا يعني كل الثقة الحقيقة أن مصر زي ما فيها 400 خبير قعدوا 6 شهور وطلعوا الاستراتيجية اللي يعني لم تعجب أحد دي، إلا أن برضو في المقابل مش فيه 400، فيه 4000 ممكن يكونوا عندهم رؤية حقيقية للنهضة بالاقتصاد المصري. طب الحوار الاقتصادي لما اتعمل ما كانش فيه توصيات اتقدمت؟ طب التوصيات دي هل اترفعت؟ هل مثلا اتقدمت للمواطن المصري يشوفها ويشوف إزاي ممكن تتنفذ ويتابعها؟ يعني هل ده تم ولا ما تمش؟ عموما هو الراجل قالها باختصار ان يعني سواء بقى عملنا حوار وطني، عملنا مؤتمر اقتصادي، كل ده مش هينفع. والحديث عن فكرة التعويم دلوقتي خطر، خطر على المواطن، خطر على المواطن محدود الدخل ومتوسط الدخل. لكن شر ولابد منه، على فكرة التعويم ده شر ولابد منه. في نفس البرنامج الإعلامي أحمد سالم بيقول يعني إن المواطن بقى مش عارف الأسعار هتفضل ترتفع كده لحد إمتى، وبقى في قناعة أكيدة إن في فجوة كبيرة جدا بين اهتمامات الحكومة واحتياجات المواطن. إن عند مواطن الشارع أو رجل الشارع، هو إحنا رايحين على فين؟ هي هتنتهي إمتى الزيادات السعرية؟ هو الديون هنعمل فيها إيه؟ طب الدولار هنعمل فيه إيه؟ ومش هجوم على الحكومة، ولكن بدون زعل بقى عندي يعني ما يشبه الاعتقاد أو قرب القناعة إن في فجوة ما بين اهتمامات الحكومة واهتمامات المواطن شوية. يعني بقى في ميس كوميونيكيشن، يعني سوء اتصال، تحس إن الحكومة بتكلمك في مواضيع بعيدة شوية عن المواطن بيكلمك فيها. طبعا ده مطلوب، ما فيش حكومة هتفضل طول النهار تتكلم في موضوع واحد، لكن مثلا تلاقي المواطن بيكلمك في مثلا سعر او المواد الغذائيه اللي عماله تزيد، واحنا مصرين يكون الخطاب كله عن مثلا الطاقه الخضراء مثلا او الاقتصاد الاخضر، وان احنا هنتسيد العالم واكبر مشروع ما اعرفش ايه في العالم. ده جميل وده تخطيط، لكن المواطن في حته تانية شويه. المواطن عنده مشكله في الكهرباء، ما بقاش حد بيتكلم في الكهرباء خالص، وكان موضوع قطع الكهرباء ده بقى امر واقع، بقى يعني من ضمن كلاسيكيات اليوم، من ضمن طبيعيه الحياه كده ان الكهرباء بتقطع عادي. الاسعار انها تزيد كل يوم ما بقتش حاجه مستفزه، لا يعني ما بقتش حاجه تستحق الكلام عليها، ما فيش حد بيتكلم عليها، والكلام كله حتى للاستهلاك المحلي. قبضنا على مش عارف 3 مليار طن بصل، عملنا ما اعرفش ايه. لكن الحقيقه هو الحلو في الموضوع ان بدا اعلام مدينه الانتاج الاعلامي يبدا ينتبه للكلام اللي بقالنا سنين عمالين بيقولوا في، مش يعني هو في فجوه كبيره، المواطن في حته والنظام في حته، المواطن في حتة والحكومة في حتة تانية خالص. المواطن عايز يعلم ابنه يقدر لو تعب يلاقي مستشفى محترمة تعالجه، يقدر انه يوفر له لقمة نظيفة، يقدر انه يسكنه، يقدر انه يكون عنده دخل كويس يخليه يعيش حياة كريمة. والنظام حابب ان مصر من بره يبقى شكلها حلو، عندنا أبراج ضخمة، عندنا شوارع واسعة، عندنا كباري مش عارفة شكلها ايه، عندنا قطارات عاملة ازاي. لكن البني آدم بقى للمفروض انه هيستخدم كل ده، ده في حتة تانية ولا كأنه موجود ولا حد شايف له. وطبعا استكمالا للخسائر اللي عمالة بتحصل كل يوم، زي ما شفنا الدولار النهاردة ومبارح فرق ممكن جنيه تقريبا او 2 جنيه في كل دولار، طبيعي انك تلاقي ان الذهب هو كمان يتجاوز ال 3900 جنيه.
بنتكلم على 21 مش 4000 جنيه، مش اسفه مش 24. الذهب 21 تجاوز 3900. امبارح والله ما فاكره كان قد ايه سعره، 3850 امبارح كان 3850، النهارده اهو وصلنا ل 3900، وده طبعا مخلي الجنيه الذهب ب 4400 40000 اسفه 40400. انا فاكره اول لما بدات اتكلم عنه يعني كان وهو بيكلمنا عن انه ب 25000 وشويه، ولما نزل في يوم كده تقريبا حوالي 250 جنيه الدنيا قامت وما قعدتش. في الاستاذ لطفي المنيب ده نائب رئيس شعبه الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجاريه، طالع بيتكلم وبيقول لك ان سعر الذهب ده سعر مبالغ فيه وغير مدروس ومنفصل عن الواقع، وأتوقع بعودته للهبوط مجددا خلال الفترة المقبلة والقفزات التاريخية للمعدن الأصفر بسبب الإقبال على الشراء بالتزامن مع نقص المعروض وعدم تعويض الكمية المبيعة. معلش يا أستاذ لطفي، مع كامل احترامي لحضرتك، كلام حضرتك ده مش حقيقي. الذهب ده سلعة، سلعة عالمية مسعرة بالدولار. طول ما بيحصل انهيار للعملة عندك أو بيحصل ارتفاع للعملة الأخرى المسعر بيها اللي هي الدولار، طول ما بتلاقي إن السعر بيرتفع. ده كلام أكتر من حد في الشعبة مع حضرتك، وإنت النهاردة بنتكلم إن الذهب داخل على 4000 3900 أهو. لا، ده أنتوا بنفسكم في شعبة الذهب اللي خرج رئيس الشعبة بنفسه وقال إن الذهب هيوصل 5000 الجرام، هيوصل 5000 لو فضلت مفيش سيطرة على الدولار. الموضوع بمنتهى البساطة، تقدر تعرف الأونصة بكام، عشان بس بنقول إيه ده مبالغ في تسعيره مش مبالغ في تسعيره. شوف الأونصة النهاردة عالميا سعرها كام واقسم السعر ده على الجرامات بتاعتها، يعني شوفها مثلا ب 2000 دولار مثلا الأونصة، اقسم ال 2000 دول على ال 31 جرام هيطلع لك حاسبين الدولار بكام. هو ده اللي بيطلع وينزل، بيطلع وينزل في السعر. توقعاته بهبوط السعر ده ولا في الأحلام، ولا في الأحلام يحصل. ولو حصل هبوط هيحصل هبوط ايه؟ 20 30 50 100 جنيه 200 جنيه 500 جنيه؟ لا يمكن يحصل 500 جنيه، هيحصل هبوط ل 500 جنيه 3500 و3600 سعر الجرام. يبقى في فجوة كبيرة، في قفزة كبيرة حصلت في سوق الذهب.